في لحظات في حياتنا بتبقى أهم وأكتر حاجة بنفتكرها. أحلى لحظة عدت علي. أكتر لحظة حلوة ولادة أول بنت ليا كاميليا. لما أسمع كلمة حاضر من ابني، أول واحد يوقفني في حياتي علشان يتصور معايا. كنت في تالتة جامعة، فكنت بساعد بنت كفيفة في امتحانات ثانوية عامة. أنا فاكر الدكتور وهو بيطلعها من بطن مامتها كده هقول هي اللحظة اللي أنا شفت فيها دينا مراتي. هي نجحت وكنت سعيدة جدا بنجاحها ده، لحد ما قال لي أنا بتفرج على كل أفلامك يا فنان. أول مرة سمعت أغنية أنا اللي كتباها بتلعب على الراديو. أول بطولة سكواش محترفين كسبتها. مرة وأنا مسافرة واحدة صاحبتي بتحكي لي إن كارما كانت بتقول لصاحبتها إن مامي مسافرة، بس أنت عارفة لأنها بتساعد أطفال صغيرة زينا يروحوا المدرسة. يوم ما استلمت أول عربية ليا، دخلتي بقى كده على البنزينة، حاسة إن أنا محتاج حد يعملي تشريفة يعني. جالي تليفون إن أنا هشتغل طباخة في تلفزيون. كلموني وقالوا لي إن أنا هقدم حدث موكب المومياوات. كان عيد ميلاد بنتي جميلة وهي بتلعب ووتر باليه، وكانت البطولة في نفس يوم عيد ميلادها. هي كانت مكالمة تليفون ان انا ممكن اروح اخد ولادي من المستشفى. لما اتكرمنا طبعا من وزيرة الثقافة ووزير السياحة والآثار، لقيت مديري جاي لي وبيقول لي يلا يا حسن لم حاجتك وتعالى معايا على لندن عشان نفتح فرع تاني هناك. وبعد ما خلصت السولو بتاعها بدأت حد يقول هابي بيرثدي تو يو، يعني اللي هو يوم عيد ميلادها، فبدأ المدرج كله بتاع البطولة يغني لها. وان الواحد ممكن يبتدي اي شغل جديد في اي سن يحبه. اتنفست لحظة عمري ما هنساها ابدا. كنت دايما اسمع عن اللحظة اللي انت لما بتفرح قوي بتعيط، دي حصلت لي امبارح. ما قبلها حاجة وما بعدها حاجة تانية خالص. شفنا لحظات كتير اسعدت الناس، واحنا في اوراسكم للتنمية اهم لحظة عندنا نشوف عائلتنا الكبيرة سعيدة. ما لقيناش احلى من شهر رمضان علشان نقدم فيه لحظة سعادة لعيلة تكون موجودة معانا في مكادي هايتس، واحنا دورنا نقدم لك بيت تعيش فيه في مكادي هايتس. انت كمان لازم تقدم لحظة سعادة لحد من اللي حواليك. عشان تعرف ازاي تكسب بيت في مكادي هايتس، ادخل على بيج مكادي هايتس على فيسبوك او انستغرام واعرف كل التفاصيل للاشتراك. مكادي هايتس، بنبني لحظات تعيشها.